هل الميت له سيئات جارية نفس الحسنات؟ هذا الذي يظهر، أن كما أن الذي يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، كذلك السيئات لا تنقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ما من قاتل يقتل إلا على ابن آدم الأول وزرها، لأنه أول من سن القتل. تصوروا هابيل وقابيل أبناء آدم، متى كان عهدهما؟ مبارك كم صار لهم؟ 5 سنين؟ ها؟ قرون. طيب من آدم عليه الصلاة والسلام لما قتل قابيل وهابيل في ذلك الزمان، كل جريمة قتل تقع في الدنيا قابيل يأخذ إثمها والعياذ بالله، لأنه أول من سن القتل. فنعم، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، إلا إذا تاب منها، إذا تاب منها وتبرأ قبل أن يموت فإنه لا يحمل أوزار الذين يعملون بها، لكن إذا استمر عليها حتى مات بل وكان يدعو إليها أو يحث عليها أو كذا، فنعم والعياذ بالله يكون الإثم عليه كذلك.